هيجي وهياكل من أكلي. يا رب يا رب انت عالم بحالي يا رب، والنبي يا رب النبي رجع لي ابني نور بالسلامة يا رب. انا غلبان ومليش غيرك يا رب، احرسه هو واللي زيه يا رب. ما شوف فيه مكروه ابدا، سيئت عليك النبي حبيبك يا رب. انا ام ضعيفه، احرسه احرسه هو وزبحيله يا رب. وريني آية من ابني بخير يا رب، سيئت عليك النبي حبيبك يا رب. يا رب احميه يا رب. نور نور حبيبي حبيبي، صدق قلبي لما قال لي ان انت بخير يا ابني. عمر قلبك ما كدب يا ام نور. انا ما صدقتهمش، وقعدت احضر لك الاكل يا حبيبي. يلا غير هدومك وارتاح. أنا منعم يا أمي، مش مرتاح بس. طب يلا، يا أبوك قلقان عليك، أنا مش قلقان، أبوك قلقان عليك، يلا ناكل مع بعض الأكلة اللي أنت بتحبها. لو على الأكل يا أمي، كفاية نفسك اللي فيه وفيا. أبويا راجل مؤمن ومرتاح وهيطمن. أنا لازم أمشي. إيه؟ إيه؟ تمشي؟ تروح فين تاني؟ تروح فين تاني وتسيبني؟ هروح سينا يا أمي وهرجع لك، وهروح تاني وارجع لك، وهفضل أحوج يا أم نور طواف، وعمري ما هبطل. بس أنا طول عمري بخاف عليك من الموت. خلاص يا أمي، مفيش تاني ولا خوف ولا موت. الحمد لله مفيش موت، الحمد لله. يعني إيه؟ يعني عدى الموت يا ام نور، عديت الباب الكبير، واللي عديه ما بيموتش تاني يا ام. عديته ازاي؟ بتجيلنا لحظه يا امي وبنشوف فيها وبنسمع وبنتخير، واللي قد انه يدفع الثمن هيدفع وهيعدي وهيعيش. وانت دفعت التمن يا نور؟ دفعت يا امي، ده انا طول عمري مستني اللحظه دي. بعدين مش انت وابويا علمتوني ان ادفع وما استخسرش؟ عندي ايه اغلى من بلدي؟ ادفع له اغلى ما عندي يا امي. دفعت وعديت وجيت ابشرك وامشي. جدع يا دنايا، جدع 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 يا دنايا. طيب خليك معايا شوية، أنا مش هشوفك تاني يا نور، مش هشوفك تاني. طب طمني بكلمة، طمني بكلمة يا نور. أنا حي يا أمي، حي إلى الأبد يا أمي. أنا عارفة أنا عارفة. مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا حبيبي، مع السلامة يا حبيبي. مشهد صعب صعوبة بالمناسبة. يعني الأول خلونا نجدد الترحيب، لأن أنا رحبت من قبل ما ندخل الاستوديو بكاتبنا وناقدنا الكبير أستاذ طارق الشناوي. ازيك يا أستاذ طارق؟ أهلا بك. عامل إيه؟ إيه تمام. الأحوال؟ تمام. كنا قاعدين عاملين بنتفرج على مشهد طبعا مع حفظ ألقاب الجميع، ماجدة زكي وخالد الصا وأحمد خالد صالح. مشهد صعب أوي أوي، أم وابنها ويستشهد. يعني التعبير والتعبير عن الاستشهاد كمان الحقيقة معمول بطريقة ذكية جدا وعميقة جدا. هو عبر للموت، لكن زي ما احنا شفناه بكامل صحته وبيحافظ لسه على الحياة، بيحمي حياتنا. ففكرة يوم الشهيد الحقيقة تجسدت في المشهد ده. وطبعا ماجدة رائعة، كل حاجة، أم رائعة، إيديها مشيتها، احساسها من الاول الخوف ان يكون الخبر له علاقه بالابن او حتى بزملائه، لان دايما يعني في ذهنها انه مش بس ابنها، كلهم ولادها. فعبرت الحقيقه زي كل ام مصريه، عبرت باحساس عالي جدا، الخوف وبعدين الرضا كمان. الرضا الرضا مهم ده، والاستمرار في الحياه، لانه هم عايزين يقتلوا الحياه، والشهيد
بيتجدد، يعني بيتجدد من زملائه بحفاظنا على الحريه، على المصير. فالحقيقه المشهد مكتوب حلو قوي كمان، وطبعا أوي. والاداء يعني في ذروه فن اداء فعلا. يعني مجد زكي الحقيقه اداء طاغي، هي وخالد الصاوي اداء طاغي. وانا فرحان قوي ان انا شايف خالد الصاوي كمان بصراحه، انا احبه فاحب ان انا اشوفه دايما قدامي كده. طيب يمكن انا عايز نكمل الكلام على مساله السينما والدراما وازاي جسدوا مساله الاستشهاد والشهداء وما الى ذلك، بس عايز ابدا ده بعد ما نترحم على الاستاذ يسري الجندي الله يرحمه. خبر كان مفجع النهارده جدا، لان كاتب وقيمه كبيره قوي، وانا عرفته طبعا على المستوى الشخصي وطبعا على المستوى الابداعي. الرجل حاله خاصه جدا في تاريخ الدراما، المزج بين الشعبيات وبالعصر، يعني هو اكتر واحد قدر يمزج بين الاثنين ويقدم لنا حاجه تشبهه يعني. واشتغل كتير في الثقافه الجماهيريه وخد مواقع، بس اهم حاجه ابداعه اللي هو شعبي قوي وتراثي وتاريخي، وفي نفس الوقت بيمس الحاضر. كان يوسف يعني ده اللي بيميزه. ده اللي بيميز يسري، ان هو برغم يعني عمقه التاريخي، لكن دايما له صله باللحظه. دايما الدراما عنده تاريخ، لكن تاريخ بيتكلم على النهارده. يسري كمان مثقف جدا جدا جدا، واضح طبعا في الكتابه، عنده كبرياء عالي جدا، لم نرى يوما يشكو، دايما خالص. عنده كبرياء، دايما حاسس انه امجاده اللي عملها دي خلاص يعني مريحاه، يعني امجاد تخليه ينام وهو مطمئن، متوائم متصالح سعيد باللي عمله طول الوقت، وانه طبعا يعني وهو يستحق، لانه نبض وومضه وحاله خاصه، حاله ابداعيه خاصه. الفنان دايما تعرف الفنان الاستثنائي مش بيعمل عمل جيد، ممكن 10 يعملوا عمل جيد، لكن واحد يعمل عمل متفرد يشبهه. يسري كان من هؤلاء. ايه اكتر عمل تحبه ليسري الجندي الله يرحمه؟ والله الملاحم الكتيره اللي عملها، سيره هلاليه، واعاد يعني يعني اعاد وجوحه، يعني يعني كل الحاجات دي فيها روحه، فيها ابداعه. يعني دايما كنت انا احس ان هو عنده انحيازات للطبقات الشعبيه، نيل حب، هو درسها كويس، واهم من انه درسها حبها. يعني هو بيعبر عن حاله، وبعدين دايما في مزج غنائي، حتى لو هو ما كتبش اغاني لكن عنده الحس الغنائي ده، فتلاقيه موجود في اعماله، يبقى دايما في تعبير غنائي جوه العمل. طب هرجع مره تانية على يوم الشهيد والسينما زائد الدراما، هل قدروا يوصلوا الفكرة بشكل كافي؟ يعني في الأعمال السينمائية بتاعتنا، هل إحنا في السينما وصلنا بشكل كافي البطولات وحالات الاستشهاد اللي حصلت على مدار التاريخ المصري الطويل؟ كذا الحال في الدراما، إحنا جسدنا ملاحم كتير، ما أقدرش أقول لأ، بس مسألة بطولة شهيد. بص، إحنا دايما كنا لما بيقترب أكتوبر أو نتكلم على هزيمة 67 أو في أي يعني في أي حديث متعلق بالدراما وبالسينما تحديدا ورصدها للكفاح المصري والبطولات المصرية، كنا دايما عندنا غصة وإحساس أنه لا، الشاشة ما ديتناش حقنا. لكن لازم لما نقول نتوقف أمام فيلم مهم اللي هو الممر، طبعا هو أجمل ما فيه وأعظم وأعمق ما فيه أن شريف عرفة تحدث عن هزيمة 67، والدولة سمحت بالحديث بقوة وبعمق في مناطق كان ما نقدرش نقترب منها، يعني يبقى في حديث صريح مباشرة، وعلى الهزيمة مباشرة، وعلى الانكسار بكل أبعاده. كل ده كنا دايما نعبر كده ونجري على طول عشان ل 73، فكان في توجه هنعمل 73 بس نبدأ من 67. الممر اللي هو ممكن يبقى فيه الممر 2 بعد كده اللي هو 73، قيمة الممر اللي احنا شفناه ان هو توقف عند الهزيمة لكن بروح المقاومة اللي هي كانت حقيقة. انكسرنا ايوه في اللحظة دي، صح، وانهزمنا واتضربت البنية التحتية العسكرية بدراوة من اسرائيل، لكن شوف قدرنا نقفز ازاي في لحظات،
والإنسان المصري كان قادر على أن يعبر بمشاعره، مش يعبر الأرض، لا يعبر بمشاعره من الهزيمة إلى ومضة الانتصار وإلى نهار الانتصار. لما تقدم الفيلم بكل أبعاده كنا بنحس بده، إنك أنت وإنت مهزوم قادر تواجه. عشان كده هو يوم الشهيد تم اختياره ليه من أيام الرئيس جمال عبد الناصر، اللي هو يوم استشهاد عبد المنعم رياض، فريق عبد المنعم رياض طبعا، اللي هو عنوان المقاومة بعد الهزيمة لحرب الاستنزاف. أحد أهم العناوين كان الفريق عبد المنعم رياض، عشان كده بقى ده يوم الشهيد. يعني عبد الحليم غنى فدائي 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 فدائي، دي من أحلى الأغاني، تحفة. وبتخلينا نبكي من فرط من فرط جمالها. ده حمزة وبليغ حمدي اتكتبت بالليل كده. أستاذ محمد حمزة حكى لي إنه مرة كان مسافر هو عبد الحليم، فعبد الحليم لقى النور مفتوح عند حمزة، يا حمزة بكتب، طب وريني. لقى الكلام خلاص، بليغ موجود، خلصت، اتعملت غنوة بتبكينا جميعا من أصلا جمالها. كمان الجمل اللي فيها، يعني أنا النهاردة كنت قاعد عمال بسمعها في العربية وأنا جاي الشغل، قريبة من المشهد بتاع مجدة، عمال تخبط في وداني جدا، والموت يا أمي ما تبكيش، راح أموت علشان بلدي تعيش وفراح يا أمي. عايز أقول وكأنه، طبعا مش عايز أقول إن هم إن ده كان في اللاشعور، لا، يعني إحساس ممكن يبقى عام، لكن أنا وأنا بتفرج على مجدة تذكرت فعلا، وانت قاعد اهو لذلك بتقول فدائي فدائي، لانه فعلا افتكرنا الغنوه العبقريه دي البسيطه جدا اللي بتبكينا كلنا من فرط صدقها. طيب هرجع على مساله، يعني احنا هنا مثلا اتكلمنا على الممر اللي هو بيتكلم عن، وده عظمته، بيتحدث عن القيام على الهزيمه، ايوه، وعن هزيمه 67 وقدمها بكل دراوه. صحيح. قدم حتى السخريه اللي كانت في الشارع، القوات المسلحه اتقدمت في اكتر من مشهد. يعني عايز اقول كان في صراحه لم نرها خالص في اي عمل فني، دايما كنا بسرعه هزيمه وبعدين انتصار، لا، حلل الهزيمه وحلل تركيبه الانسان المصري الذي يستطيع ان يعبر الى النصر. اصل انا بتذكر مره الرئيس مره زمان من كام سنه اتكلم على هو ليه بقى ضابط جيش، فانه بعد 67 دخل المدرسة العسكرية مدرسة جوية عشان يطلع ضابط طيار فيما بعد ذلك، يعني يخش كل، يعني الهزيمة برضو هي الهزيمة كان أثرت، واضح في كلام الرئيس أنها أثرت تأثير كبير، لأن هي خدته من مجال لو صح تعبير البزنس العائلي، تجارة العائلة ومهنتها وشغلها، إلى أنه لا أنا داخل المدرسة الجوية العسكرية. نتكلم في كده علنا مرة في مرة، مرة من المرات، وبعد كده كمل في الكلية الحربية بقى وما إلى ذلك، إلى أن صار ضابطا بعد تخرجه، وهكذا بقى في مشوار الرئيس. أنا بظن أنه ده جزء من المصارحة والمكاشفة، أنه أيوة إحنا اتكسرنا في 67 ولازم نتكلم على ده بمنتهى الصراحة، زي ما لازم نتكلم بمنتهى الفخر على عمليات حرب الاستنزاف وصولا لنصر 73. هي دي اللي عملت التوازن النفسي عند الجندي. انت كنت عايز، وعند الشعب. انت اول حاجة عملت، انت حميت الجبهة الداخلية من الانهيار ومن الضرب. صح. وفي طبعا بطولات عظيمة عاشتها مصر بعد 67، بطولات طبعا عظيمة، كويس، ومن جنود بسطاء. عبد العاطي ما بعد كده مثلا يظهر في 73، بتلاقي ان احنا ساعات بننسى صعد الدبابات ده بعد 73 عبد العاطي. شوف قد ايه كانت البطولات دي من بسطاء. يعني انا شفت جانب من مذكرات لاجل الصدفه، مذكرات المجند السائق للفريق الشهيد عبد المنعم رياض، والمصادفه انه قريبه صاحبي جدا، وهو قريب دلوقتي قاعد عمال بيعمل إعادة كتابة لهذه المذكرات، والرجل اللي زال حيا يرزق، اللي هو السائق بتاع سائق الفريق عبد المنعم رياض الله يرحمه، وخد منه، قاعد عمال بيسجل، بيبقى غالبا رتبة برضه، بيبقى يعني مثلا سول، يعني في القوات المسلحة. فلما صديقي ده قاعد يحكي لي ونسمع مع بعض التسجيلات الصوتية بتاعت قريبه، لا ده جانب إنساني مذهل ومخيف، إزاي هم مش مصدقين اللي حصل. يعني ازاي الفريق عبد المنعم رياض استشهد اللحظة اللي حصل فيها وهم مش قادرين يصدقوا، السائق بتاعه مش قادر يصدق، الوحدة مش قادرة تصدق.
لأنه كان على الجبهة هو بالظبط كده، يعني 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 رئيس أركان وعلى الجبهة ومعرض للقتل وللضرب والاستشهاد وهو في المواجهة. وكان هنا بقى الضابط بيضرب المثل للجنود، ولا يزال المثل حاضرا. شوف بنتكلم على ايه، شوف كل السنين دي لا يزال الفريق عبد المنعم رياض كنموذج وكرمز للشهداء العظام لا يزال في الذاكرة. وده أظن لازال، يعني أنا ساعات كتير بشوف في التكريمات إن أنا ألاقي مثلا في لواءات تم استشهادهم، عمداء تم استشهادهم، يعني مش بس في صفوف الجنود أو ضباط شبان، يعني طول الوقت في على اختلاف الرتبة العسكرية في ناس استشهدت للأسف الشديد في هذه الحرب على هذا الإرهاب القذر يعني. فإذا النماذج لازالت دائما حاضرة، ليه السينما مش بتواكب ده؟ ما احنا ما السينما عملت لما السينما امتلكت عملنا الممر ادواتها. انا عايز تاني وتالت ورابع، انتاج خاص، وده مهم قوي. حلو. احنا تعودنا نقول ايه، على الدوله ان تنتج، مش كده دايما لما بنيجي عند الحته دي احنا منتظرين المؤسسه القوميه للسينما. والناس تقول لك طب الدوله اللي انتج القطاع الخاص. هشام عبد الخالق. قطاع خاص طبعا، مش دوله. والفيلم انا حضرته مع الجمهور، كان في بينهم اطفال، كانش عند بدأوا يفهموا، يعني طفل عنده 6 سنين أكيد يعني تقول له إيه وكنا مستغربين، أنا كنت مستغرب كمان إيه اللي يخلي أطفال ممكن يشوفوا فيلم عسكري؟ أيوه، لأنه فيه كمان بعد إنساني، بدأ يفهم. فأنت كمان وصلت رسالة لجيل صغير جدا وبالنسبة له ضبابية، التاريخ ده ضبابي، بدأ يفهم يعني إيه. هو أظن كل الأطفال بيحبوا يشوفوا أفلام عسكرية، يعني أنا وأنا صغير ما أنا شفت كل الأفلام وأنا طفل عيل، يعني أنا مواليد 75 فشفت كل الأفلام اللي تم إنتاجها في السبعينيات وأنا عيل صغير، يعني عندي 5 و6 و7 سنين، ودي أفلام بتشد الطفل، يعني جزء منها بيبقى أكشن وجزء منها الإحساس البطولي والملحمي وجزء منها أنا عايز أبقى محمود ياسين في رصاصة لا تزال في جيبي وعايز أبقى محمود عبد العزيز وعايز أبقى وهكذا. بس أنت هنا الحقيقه الممر يعني قيمته الابداعيه ان هو حل كمان النفس البشريه، حل الانسان. ايوه، يعني انت امامك بشر من لحم ودم، مش مجرد معارك ممكن الطفل يبص عليه ويقول لك وده بيضرب وده الشجيع وده، لا ده في تحليل نفسي وفكري للشخصيات دي، فعميق. يعني عايز اقول الممر قيمته في عمقه وفي نفس الوقت في بساطته وصدقه والصراحه اللي كان فيها، لا انه جيل من الاطفال يبتدي يفهم تفاصيل معينه. ما ده الفيلم ده اتصور حتى صناعه ما كانش في ذهنهم انه حتى الاطفال هيشوفوه، عشان كده الدوله العربيه. اختيار عز كان اختيار حلو، يعني طبعاً. عز من الناس او من الممثلين اللي الناس تحبهم، عنده قبول رجاله وستات، يعني ده اول ممثل الرجاله ما بتغيرش منه. والله قال لك طيب ممكن يغيروا برضه. لا اتحدى. اتحدى وده بجد والله، هتلاقي دايما ايه رجال يقول لك ايه ما شاء الله بصراحه الواد حلوه وما بيغيروش منه، يعني بيشوفوه لطيف، بيشوفوه اخ، بيشوفوه صديق. هو احمد وهو عنده روح كده، يعني بس المموه بيخافوا منه، فبقت كلمه لازقه في بق الناس بعد كده. احمد دايما بيضيف لمحه كده من خفه الظل. يعني دايما شخصيته مهما كانت شخصيه عسكريه ضابط يعني، لكن عنده كده هامش هتلاقيه واخد جزء كبير من اعماله الدراميه فيها خفه الدم دي، فكمان بيتخش القلب. هم في 2 بصراحه اللي احبهم في كريم التاني. كريم يعني هما الاثنين طبعا، هو كريم وعز، هما عنوانين الاثنين بيموتوني ضحك وما بيقولوش شيء فيه اسفاف يعني، وبعدين ليهم طريقه كده. فعشان كده كنت بقول ان احنا يمكن محتاجين اكتر انتاج خاص في مساله بتاعه فكرة الملاحم والبطولات اللي حصلت، وده شيء رائع. يعني هتلاقي بس عندنا اختيار 1 و2 و3 وما إلى ذلك، وبرضو فيها تكريم كبير لمسألة الشهداء طبعًا المصريين طبعًا. بس أنا بحب أشوف ده في السينما أكتر، السينما تاريخ برضو طبعا، السينما بتحافظ على التاريخ، لكن بدأ في أعمال درامية مؤكد، في أعمال درامية لديها قدرة على الحياة وده مهم، في أعمال درامية فعلا عايشة طبعًا. عايشة في الهجان، عايشة أدراك في الهجرة، الاختيار في عصرنا الحالي إلى آخره. الاختيار لما اتعمل الجزء الأول ونجح كلنا قلنا معقول هيبقى في جزء تاني ينجح بنفس القدر، الاختيار 2 نجح أكتر. وده رهان صعب. أنا عايز أقول لك دايما إنك أنت لما بتوصل لذروة نجاح بيبقى أكبر خوف اللي بعده إذا نزل، لو كان كويس ونزل درجة على النجاح وكأنه فشل. أيوه. فإزاي علّى الاختيار 2
معناها ان بيتر ميمي اللي هو المخرج ومعاه سرحان هاني سرحان الكاتب قرروا ان هم كمان يدونا ما هو اعمق من الاولاني. صحيح. واتعملت فكره الجانب التوثيقي مع الدرامي. مع الدرامي. الخطين بشكل موازي. لا ليه بقى؟ لان انت بتتكلم عن تاريخ قريب جدا، بل تاريخ موجود في العيون. يعني لم يغادر عيوننا، مش بس قلوبنا ومخنا، لا ده في العيون لا يزال، فانت شايفه. فكان لازم الوثيقه تقول لك ايوه صح، 1 2 3، مش انت شفت نشره الاخبار كان فيها كذا، وشفت جنبها بقى الدراما. فكانت التوازن ده الحقيقه عمقه. وبعدين لما بيقدم حتى الضابط الخاين بيقدمه بمنطقه بقناعاته. يعني ده كان برضو دي كانت قفزه في التحليل في الكتابه الدراميه. اتعودنا دايما انت ممكن تقدم الخاين وانت بتكرهه من اول لحظه، اول ما تشوفه كده ده خاين. ما عشان كده هو الاختيار ده اختار وده اختار. وقدمه لك بقناعاته، فانت اللي بتحكم. انت شايف انه وازاي بيتم غسيل المخ كمان. احنا يعني شفنا ابعاد كتيره ورسائل مهمه، لانه غسيل المخ ممكن يبقى في كل وقت، وهما تعرف قوى الشر ما بتسكتش وبتحاول. فانت بتقدمهم وبتقدم ازاي انا ببقى في شايف هذا حتى الضابط العظيم ازاي بيحاولوا معاه ويغسلوا مخه. صحيح. الهام يعني الكتابه حلوه والاخراج جميل، وده اللي بيخلينا نتطلع للجزء الثالث بقى. ايوه يعني احنا منتظرين اهو. يعني احنا النهارده كده كام يا جماعه؟ احنا النهارده 7 و 7 ايه؟ النهارده 10 10 شعبان. بس كده فاضل لنا يوم 3 اسابيع ابريل هيبقى في رمضان. نبدا بقى المشاهده الكثيفه. ما يبتدي بقى طبعا، وكانه وكان في اعمال الحقيقه في تنوع ان شاء الله. في كمان في كوميديا وفي اكشن وفي في تنوع مهم قوي. يعني المائده حافله ممتلئه حافله دسمه اكلات. يعني استاذ طارق نورتنا وشرفتنا كما جرت العاده. الى لقائنا القريب ان شاء الله الاسبوع القادم مع بعض من السندوتشات الساخنه، وده سرنا انا والاستاذ طارق، مش هنقول لكم عليه غير لما انا اوفي بوعدي الاول. على كل ان هو الحلقه صحيح خلصت، بس انا في حاجه بس عايز اقولها بمناسبه سفريتنا لدمياط. انا عايز اشكر مديريه امن دمياط وزاره الداخليه على اللي عملوه معانا هناك بصراحه. يعني الناس دي شالتنا في عينيها اكتر مما كنا نتصور او نتخيل بصراحه. الف شكر، وتعبناكم وهلكناكم معانا، شكرا جدا يا جماعه. خلصت الحلقه لحد كده، لو كلنا العمر هنقابلكم ان شاء الله يوم السبت الجاي، ودقايق يكون موجود معاكم كريم رمزي ورقم 10. سلامات.